السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة للعملية العسكرية في سيناء. وقبل العملية الأخيرة شن الجيش المصري منذ عام 2013 عددا من العمليات العسكرية في سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن. إليكم أبرز هذه العمليات. كما استهدفت الجماعات المسلحة وقوات الجيش والشرطة في عدة مواقع خاصة في شمال سيناء، وازدادت وتيرة العمليات منذ عام 2013. نتابع أيضا أبرز هذه الهجمات. ينضم إلينا في الاستوديو مشاهدينا عيد المرزوقي الناشط السياسي، كما ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول سمير العركي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة منير أديب الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة. أهلا بكم جميعا أستاذ عيد. هذه العملية، ما وجه الاختلاف بينها وبين كل العمليات التي نفذها الجيش المصري على مدى السنوات الماضية برأيك؟ طبعا هذه العملية مختلفة تماما، رفع حالة الطوارئ في المستشفيات ورفع حالة الطوارئ في المحافظات المجاورة لسيناء، أغلقت الطرق بالكامل، حوصرت سيناء، لا يستطيع أحد الدخول والخروج. في هذه اللحظات هناك عالقين مسافرين كانوا عائدين إلى سيناء تقطعت بهم السبل نتيجة هذه القرارات، منع حتى تاريخ محطات الوقود والمحروقات، أغلقت إلى بأمر من القوات المسلحة إلى إشعار آخر، ألغيت العملية التعليمية الدراسية بالكامل حتى أيضا أجلت إلى إشعار آخر. الواضح أنه القوات التي أرسلت ضعف القوات اللي موجودة هناك، طائرات حربية كثيفة تقوم بضربات جوية اليوم. هناك قرار سياسي من عبد الفتاح السيسي بهذه العملية ووصفها بعملية القوة الغاشمة. صراحة في وسط صمت من الأجهزة التنفيذية في شمال سيناء وفي الدولة أو أي رسائل تطمينية للمواطنين في هذه اللحظات، قبل أن آتي إلى هنا علمت أنه هناك زحام شديد على المتاجر الغذائية نتيجة إشاعات انتشرت في المكان عن منع دخول المواد الغذائية وحصار كامل على الأهالي، في أيضا وسط صمت من الأجهزة التنفيذية، لا أحد يتحدث للناس، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. طيب دعنا نذهب لمنير أديب من القاهرة، هل هنالك لدلالة التوقيت أستاذ منير هذه العملية بهذا الحجم، العملية الشاملة سيناء 2018 قبل الانتخابات الرئاسية بعدة أسابيع، هل هنالك دلالة للتوقيت برأيك؟ يعني أعتقد أن الحرب التي تشنها الدولة الإسلامية الدولة المصرية على التنظيمات والجماعات المتطرفة سواء في محافظة شمال سيناء أو باقي المحافظات المصرية ليس لها علاقة
انتخابات ربما رئاسية أو خلافه، ولكن أعتقد أنه كان هناك وعدا سابق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتعلق بطبيعة التحرك الأمني والعسكري للقوات المسلحة والشرطة الداخلية في مواجهة هذه التنظيمات. أعتقد أن الفترة التي حددت ما دام هناك وقت، هذا الوقت أعتقد أن القوات المسلحة نظمت ربما صفوفها من أجل القضاء على البؤر التي ما زالت متبقية لهذه التنظيمات. الأمر يتعلق ربما بخطة، برؤية استراتيجية. أعتقد جزء من هذه الخطة أو من هذه الرؤية تعلق بفكرة مواجهة ربما هذه البؤر التي تتواجد في هذه المحافظات. لكن كيف تنظر إلى ما يوصف بالمصير المجهول الذي يواجه أبناء سيناء حاليا؟ لعلك تابعت ما قاله الأستاذ عيد المرزوقي من غياب الحياة بصفة عامة هناك. أيضا حسام الرفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء كتب على صفحته منذ عدة أيام: نعلن نحن أبناء سيناء عن غضبنا وتخوفنا وقلقنا بل فزعنا من كل اللي قلته يا ريس، حينما تحدث عن القوة الغاشمة في التعامل مع الجماعات المسلحة هناك. سالم، لابد أن نفرق ما بين المعارضة السياسية وما بين مواجهة الدولة للتنظيمات المسلحة. ما تقوم به الدولة المصرية وأجهزة الأمن مقصود به على وجه التحديد التنظيمات المتطرفة. الوقوف أمام خطة الدولة ودور الدولة في مواجهة هذه التنظيمات المتطرفة ربما يضع من يتحدث على فكرة الدفاع عن هذه التنظيمات بدعوى أن هؤلاء هم الشعب السيناوي. أعتقد أن الدولة ليس لديها أزمة فيما يتعلق بالشعب السيناوي. أعتقد أن الدولة إذا أرادت أن تقضي على هذه التنظيمات وأن تتعامل بسياسة الأرض المحروقة لفعلت منذ العام 2013، ولكنها لم تفعل ذلك، وأعتقد أنها لم تقدم ولن تقدم على هذه الخطوة. فقط هي تواجه هذه التنظيمات في الأماكن التي تتواجد فيها، سواء في الظهير الصحراوي أو حتى في منطقة المدارع التي ربما تمتد من 20 ل 30 كيلو متر، ويتواجد هؤلاء في هذه المنطقة. بل دعني أقول لك أن الدولة ربما حافظت على هذه المدارع التي يتواجد فيها هؤلاء المتطرفين على اعتبار أن هذه ثروة، يعني فكرة القضاء على هذه المدارع أو القضاء على هذه التنظيمات وهذه القيادات التي تتواجد في هذه المدارع، هذا ربما يؤثر بشكل اقتصادي. طيب، ولكن هذه المواجهة فقط يعني موجهة إلى التنظيمات المتطرفة وإلى البؤر التي يتواجد فيها هؤلاء من أجل اكتساب هذه التنظيمات من البيئة المصرية ومن محافظة شمال سيناء على وجه التحديد. ابقى معي سيد منير. صحيفة نيويورك تايمز مشاهدينا كانت قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي مقالا لمراسلها ديفيد كريماتريك تحت عنوان تحالف سري. إسرائيل تنفذ غارات جوية في مصر بموافقة القاهرة، كشف فيه تفاصيل علاقات عسكرية سرية مثيرة بين الجانبين. وكتب في مقاله: منذ أكثر من سنتين نفذت طائرات إسرائيلية مسيرة ذاتيا بالاشتراك مع مروحيات وطائرات نفاثة نفذت حملة جوية سرية في سيناء شملت أكثر من 100 غارة داخل الأراضي المصرية، وفي بعض الأحيان كانت هناك أكثر من غارة تشن أسبوعيا بموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما جاء في المقال. نتحول إلى ضيفنا من اسطنبول سمير العركي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة. قبل أن نتحدث عما جاء في نيويورك تايمز وكذبه المتحدث باسم القوات المسلحة وبعد ذلك واشنطن بوست أكدته، يعني ما يحدث في شمال سيناء وأهالي شمال سيناء بين ما صفناه بالقوة الغاشمة وشبح التهجير وأيضا خطر الإرهاب والجماعات المسلحة، كيف تتابع كل ما يتعرض له أبناء شمال سيناء؟
طبعا ما يحدث في شمال سيناء هو امر مثير للريبه وامر مثير للاستغراب، لان الخبره المصريه او الحاله المصريه تمتلك خبره كبيره في مواجهه جماعات العنف المسلح، وخاضت صراعا طويلا في اواخر من اواخر الثمانينات والتسعينيات، وكان صعيد مصر مسرح كبير يمتد من بني سويف الفيوم شمالا الى اسوان جنوبا لهجمات متتاليه ومتتابعه على قوات الشرطه. ولم نرى مثل هذه العمليات التي يشترك فيها او تشترك فيها الافرع المختلفه للقوات المسلحه. كانت الشرطه بقواتها باجهزتها هي يعني المنوط بها مواجهه هذه الحاله انذاك. وايضا واجهت الشرطه المصريه جماعات العنف المسلح في اوائل الالفيه في سيناء وفي شمال سيناء وفي جنوب سيناء، واستطاعت ان تحرز نجاحات معروفه حينها. اليوم عندما تتحدث عن ما يقرب من 700 الى 1000 مسلح في بيتها كل هذه القوات، فنحن امام علامات استفهام قويه لما يحدث. اغلاق تام لسيناء، منع مظاهر الحياه، اغلاق محطات الوقود، منع دخول شحنات الاغذيه، كل هذا الامر واجهه عدد محدود من المسلحين في رقعه جغرافيه يسهل التحكم في مداخلها وفي مخارجها. ومثل هذه الصور التي نراها، اذا نحن امام علامات استفهام كبيره لن نجد لها اجابه في الوضع المصري الحالي، نظرا لعده امور. اولا الاعلام ممنوع ان يدخل الى سيناء، هناك تعقيم اعلامي ليس من اليوم ولكن منذ عام 2013، هناك دور غائب، هناك دور غائب لمجلس النواب المصري. لا نرى يعني لجان لتقصي الحقائق تذهب لتتابع الوضع وتخبر الشعب بما يحدث هناك. نحن ليس امامنا سوى متابعه ما ينشره المتحدث العسكري على صفحته. هناك الغاز كثيره، الغاز مثيره لما يحدث في الوضع الثانوي. كل هذه القوات التي تجيش، قوات جويه، بريه، بحريه، طيب لمواجهه 700 الى 1000، هناك علامات استفهام. من يجيب لنا على مثل هذه العمليه؟ ثم ان هذه العمليه مستمره ومتواصله منذ عام 2013، فما هو الجديد حتى تحدث مثل هذه البروباغندا؟ طيب دعنا نذهب الى ضيفنا من ولايه ميشيغان الامريكيه، احمد غانم المحلل السياسي. اهلا بك معنا سيد محمد. سيد احمد، لماذا لا تكون هذه العملية هي العملية الحاسمة كما يرى البعض بعد المهلة التي منحها الرئيس فتح السيسي لرئيس الأركان 3 أشهر حتى تنتهي كافة العمليات المسلحة في شمال سيناء؟ العمليات المسلحة في شمال سيناء لن تنتهي لا في 3 أشهر ولا في 10 أشهر ولا في 10 سنوات. ما رأينا وما علمنا التاريخ منذ أحداث 11 سبتمبر حتى الآن أن صراعات ضد العصابات المسلحة أو حرب العصابات لا يمكن أن تنتهي بسهولة. أمريكا بذات نفسها وبكل قوة جيشها لن تستطع أن تحسم حرب العصابات ضد طالبان وضد التنظيمات التي موجودة في الصحراوات وفي الجبال. والأمر ينطبق تماما على ما يحدث في كل أنحاء العالم، وسيحدث ينطبق على ما يحدث في سيناء، لأن أنت لا تحارب جيوش، أنت بتحارب مجموعة صغيرة من المقاتلين، يمكنهم الاختباء، يمكنهم الدخول وسط الأهالي، يمكنهم الدخول في أي مكان حتى تنتهي هذه العمليات ويعاد نشاطهم مرة أخرى. وكمان هم لهم آلة تجنيد كبيرة، فحتى لو أنت قتلت بعض أعضائهم سيتم تجنيد ناس آخرين. وبالتالي قلنا أو قيل من فترة طويلة أن الحل العسكري الأمني لكل هؤلاء التنظيمات العسكرية المسلحة الصغيرة حرب العصابات لا تفيد ولن تجدي. وبالتالي نحن نرى ما يحدث في سيناء في إطار العام لما يفعله عبد الفتاح السيسي. أعتقد أنه قنبلة دخان ألقاها عبد الفتاح السيسي حتى يصرف الأنظار عن الأوضاع السياسية والاقتصادية المنحدرة في مصر، حتى يؤمن نفسه في أثناء الانتخابات، لأنه في عصر الانتخابات سيستدعي ما استدعاه الدكتاتوريون السابقين بأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. السيسي يخاف خوفا شديدا من أن أو الشيء الوحيد الذي يهدد السيسي هو الجيش، وبالتالي إذا شغل الجيش بمعركة كبرى وأبعد القيادات التي يخشى منها إلى أشياء بعيدة أو إلى أماكن بعيدة عن مقر الحكم وعن القاهرة يكون السيسي آمن. وفي النهاية كل ما يحدث يؤدي صورة كبيرة يريد أن يصدرها السيسي إلى العالم أنه يحارب
الإرهاب نيابة عن العالم، وبالتالي فكل الطرق تؤدي إلى فوز سياسي للسيسي. لكن هذه العملية سيد أحمد ربما يرد عليك البعض، ما هو البديل لمواجهة الجماعات المسلحة بعد كل هذه السنوات من العمليات التي تنفذها القوات المسلحة والعمليات المضادة التي ترد بها هذه الجماعات المسلحة؟ والله هذا النقاش يعني تم المناقشة فيه على الساحة الدولية وليس فقط الساحة المحلية المصرية، لأن نفس الوضع تم مناقشته في أفغانستان وفي العراق، وتم أنه لا يمكن مواجهة هذه الجماعات مجرد بالقمع العسكري، ولكن يجب أن يكون هناك منظومة كبرى أن يشترك فيها المجتمع، ولن يشترك فيها المجتمع إلا بإعادة الحريات وبإعادة المسار الديمقراطي. وبالتالي كل ما يحدث في سيناء هو أحد الأشياء التي صرنا عليها في 25 يناير، صرنا في 25 يناير حتى يتجه الشباب إلى العمل الانتخابي بدل من العمل العسكري، فأنت بتغلق أمام الشباب وبتغلق أمام الأمة المسار السلمي الذي يمكن أن يغيروا به، وبالتالي لا تضع أمامهم إلا هذا المسار، وبالتالي إن هم الناس بتشوف هذه ما يحدث في سيناء. هو عبد الفتاح السيسي نفسه بلسانه قال في أحد اللقاءات المسجلة صوت وصورة حتى لا يمكن ديسبيوتد، قال أنك إذا بدأت تضرب في أهل سيناء فسيحول ذلك إلى ثارات لن تنتهي، وشبه ما حدث في جنوب السودان، وهذا بالضبط ما يفعله عبد الفتاح السيسي، هو يقول يفعل بالحق ما حذر منه من قبل. طيب ابقى معنا سيد أحمد، ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي أكرم القصص. أهلا بك معنا سيد أكرم، برأيك ما الذي يختلف في هذه العملية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء حاليا عن كل العمليات التي نفذتها خلال السنوات الماضية؟ لا هو في اختلافات طبعا عن السنوات الماضية، لأنه يعني هو طبعا هو الموضوع طبعا موضوع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية موضوع معقد وتعقيده ظاهر جدا ليس فقط في مصر ولكن في كل المنطقة العربية بطريقة أو بأخرى. في تجارب لدول مختلفة، يعني الموضوع ليس سهلا، لكن أظن أن هناك استعدادات سبقت هذا الأمر بشكل شامل، وفكرة تنفيذ عملية شاملة بشكل كبير ده كان معلن عنه منذ فترة، لكن طبعا هو تفاصيله تتعلق بأمن هذه العمليات. أعتقد أن هناك اختلافات نوعية في هذا الأمر ربما تتضح من خلال نتائج، لأنه كمان حتى الفترة السابقة شهدت تراجع، يعني طبعا في عمليات اللي هي البرزان الصغيرة التي تخرج من البحوث ثم تضرب وتختفي، طبيعي ان مثل هذه الامور دائما موجودة، لكن الواقع انه خلال الفترات اللي فاتت حصل انحسار، يعني طوال السنتين كانت العمليات اقل بدرجة كبيرة لمن يرصدون هذا الامر. الامر الاخر فيما يتعلق ب تنظيم العمليات والمعلومات وتنفيذ ضربات شاملة، لكن كانت هناك عمليات مشابهة أستاذ أكرم من قبل مثل عملية حق الشهيد في عام 2015، وربما يطرح السؤال أيضا لماذا تأخر الحسم في سيناء كل هذه السنوات مع وعود حكومية متكررة للقضاء على الجماعات المسلحة خلال فترة وجيزة، لماذا تأخر الحسم برأيك؟ لا هو لم يتأخر، أولا مصر وضع مختلف جدا في هذا الأمر، التنظيمات الإرهابية أثارت فوضى عارمة وأعلنت دول وأعلنت في سوريا بغيره وانحصرت بعد سنوات من تفتيت هذه الدول، لكن هو أن هذه العمليات أو هذه التنظيمات محصورة في أماكن محددة وهي أماكن متسعة جدا لمن يعرفون الجغرافيا والطبوغرافيا مثل هذه الأمور. هي حرب طويلة المدى، هي حرب لا تتعلق فقط بمصر، كما الإرهاب موجود في مناطق مختلفة وفي دول مختلفة، ومثل هذه العمليات بتحدث صحيح بشكل ربما يكون مختلف، الامتداد الصحراوي الضخم، الجغرافيا والطبوغرافيا المعقدة في هذه المنطقة، التمويلات الخارجية والخروج والدخول والعلاقات الغامضة لمثل هذه التنظيمات بدول مجاورة، هي منطقة تغلي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام بتغلي ومنطقة كلها صراعات وتفاصيل مختلفة ولا تنفصل على هذا الأمر، ونحن نتذكر تصريحات الرئيس التركي أردوغان حينما كان يتحدث عن تحركات لبعض حلول داعش وغيره إلى سيناء وإلى ليبيا، حدود مصر متسعة،
مصر بتحارب معركة متسعة جدا ومعركة معقدة، الإرهاب معقد جدا وعملية ليست سهلة، فيها أموال كثيرة، هي ليست مثل موجات الإرهاب في التسعينيات. طيب. التي كانت موجات محدودة بدرجة أو بأخرى. لعلك تبعت معقدة جدا أستاذ أكرم، بعض النشطاء ربطوا بين هذه العملية وما قيل عن وجود حرم آمن لمطار العريش لمدة لمساحة 5 كيلو وما يتردد حول صفقة القرن، هناك من ربط بين ذلك وعملية صفقة القرن، ما تعليقك على ذلك؟ شوف، أولا صفقة القرن دي ده كلام لا يوجد فيه تفاصيل واضحة، هو كان فكرة إسرائيلية وإسرائيل حتى كانت تنفذ خطة معروفة منذ نهاية التسعينيات اسمها حقل الأشواك، كان هناك تنظير إسرائيلي أن إسرائيل يمكن أن تضغط على الفلسطينيين لتدفع بهم إلى سيناء. هذه الفكرة مستبعدة جدا ومستبعد تنفيذها. فكرة أنه الحدود الآمنة هذه حق كامل زي مكافحة الإرهاب، حق كامل لأي دولة وحق استراتيجي، وأنا أتصور أن هذه التفاصيل وهذه المعركة بتسجل نجاحات مختلفة، والدليل أن هناك كما أشار هناك دول تفتتت تحت هذه الضربات الإرهابية. فكرة صفقة القرن هي فكرة إسرائيلية، وإسرائيل طوال الوقت تسرب، ومثلما حصلت تسريبات أنهم كانوا ينفذون ضربات، وهذا الأمر التنظيمات الإرهابية لها علاقات بإسرائيل، لأن هذه التنظيمات لم يسبق لها أن أصدرت ولو بيان على سبيل الحرج ضد إسرائيل، وهناك نكات تقال متى تطلقون النار على إسرائيل، قالوا حينما يدخلون الإسلام. فالفكرة هنا هو أن هذه التنظيمات تنظيمات ليست تنظيمات محلية، هي تنظيمات لها امتدادات إقليمية ومرتبطة بتفاصيل، وحتى في الإشارات التي تقول لي ليس مستبعدا أن تكون هناك محاولات إسرائيلية أو أمريكية للدفع بهذا الأمر، لكن أتصور أنه العمليات الأخيرة ربما ستفاجئ. أولا هي فاجأت كثيرين من المراقبين، وهذا جزء من نجاح هذه العمليات، هناك تفاصيل موسعة كثيرة جدا تتعلق بهذا الأمر يعرفها القريبون من هذا الأمر والذين يديرونه بشكل كبير، ثم أنها كما أشرت في البداية هي بناء على ما سبق، لأن مصر في الحسبة النهائية والتجارب الدول التي واجهت إرهاب تعتبر حققت نجاحات كبيرة جدا. شكراً. مقابل دول كثيرة سقطت تحت ضربات الإرهاب. الكاتب الصحفي أكرم القصاص، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. يعاني سكان منطقتي رفح والشيخ زويد في سيناء من عمليات تهجير منذ شهور، ويؤكد بعض الأهالي أن قوات الجيش المصري هدمت بيوتا بمساحة 1500 متر مربع وهجرت نحو 10,000 مواطن بحجة الأنفاق، ويقولون إن ذلك يتوافق مع رغبات إسرائيلية في تهجير سكان رفح المصرية عقابا لأصحاب الأنفاق من جانب وتضييقا على الفلسطينيين من جانب آخر. يا الله يا رب ارحمنا السيسي وعمايله وضمه يا رب فينا يا رب، هذا بيرضينا نحصلنا من بلاد اجدادنا واجداد اجدادنا، استحلوا الاتراك ما رحلونا، استحلوا الانجليز ما رحلونا، اليهود يقعدوا 15 سنه ما رحلونا، اسرائيل استلتنا 100 سنه حتى ما رحلونا، السيسي يتحكم فينا، حسبنا الله ونعم الوكيل على الله، يكسر يكسر داعش يكسر حكومتي يا رب يا رب، هذا حالنا، يهجرنا من بلادنا ويهجرنا من منازلنا في الصقعه وفي هالبرد وفي النيلة، دم قلوبنا فيه، بيوتنا حطناها ورحلنا منهن، الله ينتقم منا، الله ينتقم منك يا سيسي، حسبنا الله ونعم الوكيل على رب العرش العظيم. عودة إلى ضيفنا عيد المرزوقي، عمليات التهجير وهدم المنازل أستاذ عيد التي تمت خلال الفترة الماضية، هل من المتوقع خلال هذه العملية التي بدأت اليوم أن يتم تهجير مزيد من الأهالي وهدم مزيد من المنازل وربما أيضا القضاء على عدد من المزارع وغيرها؟ بالطبع ما يحدث في مدينة العريش من منذ الأمس تدمير منازل وتدمير مصانع لأحد رجال الأعمال اسمه محمد الدرغام، معروف يعني رجل معروف، وأعلن ذلك على الفيسبوك أن مصانعه تم نسفها في جنوب مدينة العريش، ورجل يمتلك مزارع زيتون كثيرة ويعمل لديه مئات العمال، كل هذا انتهى وأعلن. فبالتالي يا أستاذ سالم احنا في مشكلة في ما يقوله أستاذ أكرم القصاص أو ما تقول الدولة المصرية والمتحدثين نيابة عنها، هم لهم استراتيجية واضحة،
احنا بنحاول يعني نفسر فيها، لكن هم الناس واضحين، هم بيقولوا لن ننتصر على الإرهاب إلا بعد إخلاء سيناء من السكان. هذه المعادلة منذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول، يعني أول حادث حصل في سيناء هو حادث كرم القواديس، كان الرد عليه بإزاحة مدينة رفح، تم تهجير مرحلتين أو ثلاث مراحل، وكل عملية تحدث كان الرد بإزاحة السكان، بتهجير السكان. فإحنا أمام حالة غريبة وفريدة من نوعها، أنه الدولة بأجهزتها من أكبر شخص فيها إلى أصغر شخص بالكامل يتحدثون أنه لا حل مع الإرهاب إلا بإخلاء سيناء، والإخلاء الذي يتم في سيناء لا يتم. السلطات المصرية تبرر ذلك بأنها تريد أن تهجر السكان حتى تستطيع أن تواجه الجماعات المسلحة الموجودة. طيب إحنا أوريدي نفذنا مدينة رفح فيها 60,000 مواطن بيمثلوا 25% من نسبة السكان فقط، وهجرنا 20 قرية جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح. ما الذي حدث؟ تواجد داعش في هذه المناطق واستهدف الجيش يعني الفكرة نفسها فشلت لأنها طبقت في المنطقة الشرقية في سيناء، اليوم أنت عايز تطبقها في العريش. إذا هي فشلت في رفح وفشلت في جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح، المناطق اللي تعتبر مناطق نشطة للمسلحين، يعني السبع سنوات أو الخمس سنوات اللي مرت يعني ما في أي فكرة بديلة. اولا كلام الدكتور اكرم القصص بيتكلم على انه اسرائيل لها علاقه بالمسلحين وان امريكا، هذا كلام مع احترامي الشديد له هلاوس. هذه دول فائقه الحداثه، لا تستطيع داعش ولا تستطيع الجيوش العربيه ولا يستطيع احد يهددها في المنطقه. خلينا نحكي بصراحه، الامور مختلفه تماما. نظريه المؤامره والصناعه الامريكيه، داعش تعبر عن حال ضعف الدول، تعبر عن الفساد اللي فيها، تعبر عن القمع. طيب. تعبر عن الدول التي يعني تعتبر تحولت إلى دول فاشلة، تنتج داعش في النهاية ويخرج منها إرهاب ويخرج منها عرف ويخرج منها هذه دولنا بالتحديد في العالم كله، لأنها دول لا تؤمن لا بالعدالة ولا بالديمقراطية ولا بتداول سلمي للسلطة ولا تريد أن تطور. طيب. هي فقط التي أخرجت داعش. منير أديب من القاهرة، تبقى لما يقوله عيد المرزوقي فإن عمليات التهجير فشلت في مواجهة المسلحين في الشيخ زويد ورفح، لماذا يراد لها الآن أن تتكرر ويتم تطبيقها بشكل جديد في العريش بعد أن ثبت فشلها؟ ضيفك الكريم ذاك يعني ما سماه أو ما عرفه على أنه معلومات وبنى على هذه المعلومات. أقول لك قولا واحدا، لم يحدث تهجير بالمعنى الذي تحدث به، وإلا إذا كان حدث تهجير بالفعل فأعتقد أن مهمة القوات المسلحة والشرطة الداخلية سوف تكون سهلة، وهو فكرة إحراق الأرض. هذا لم يحدث ولن يحدث لأنه يخالف القوانين الدولية، وأعتقد إذا ما حدث ذلك فإن فكرة إنهاء المعركة هي فكرة سهلة للقوات المسلحة، ولكنها هي لا تريد أن تفعل ذلك لأن ذلك يخالف أولا القوانين والموازين الدولية، وثانيا يضر بالسينويين. أعتقد أن الجماعات والتنظيمات المسلحة ليس لديها مشكلة مع نظام السياسي المصري فقط، حتى يدافع عنها البعض بشكل أو بآخر، ولكن هذه التنظيمات تستهدف كما تستهدف الدولة والنظام السياسي أيضا تستهدف المدنيون. وأعتقد ما حدث في مسجد الروضة وفكرة تكفير العوام التي خرجت يعني أستاذ منير الآن الرحم جماعات هناك هدف دعوية، حتى أنها أخذت مسارا إلى أن وصلت إلى تنظيم ما يسمى بولاية سيناء. أعتقد أن هذه التنظيمات لديها مواقف طيب. عقائدية وإيديولوجية أجمدها من خلال عمليات عسكرية. طبقا لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا فإن هناك هدف الآن لوجود حرم آمن لمطار العريش على مساحة 5 كيلو، يعني هذا الحرم الآمن هل سيتم تنفيذه دون تهجير الأهالي؟ أعتقد أن الحرم الآمن هذا ربما لتأمين مؤسسة حيوية يستفيد منها السينويين، تستفيد منها المؤسسة العسكرية التي تقوم بتأمين المدنيين في هذه المنطقة. أعتقد أن الهدف الحقيقي للدولة المصرية هو تطهير سيناء، بل تطهير مصر بأكملها من الجماعات والتنظيمات المتطرفة. أنا أريد أن أختم لك
عبارة واحدة، أن الدولة المصرية لا تواجه جماعات وتنظيمات وخلايا عنقودية صغيرة أفرادها وأتباعها أو مقاتليها مصريون فقط، وإنما تواجه جماعات وتنظيمات متطرفة عابرة للحدود دخلت بالفعل إلى مصر. ولعل تحرير الرقة والموصل يا سالم أتى آثار عكسية ليس فقط في مصر وإنما في العديد من العواصم الأوروبية، بمعنى أن هؤلاء المتطرفون الذين خرجوا من الرقة والموصل أمام أعين الأمريكان وبرعاية الإيرانيين، هؤلاء يحاولون الوصول إلى وطن بديل. هذا الوطن البديل يسعون لإقامة هذه المملكة التي سقطت لهم في الرقة والموصل، ربما في ليبيا وربما في سيناء ومناطق أخرى. وبالتالي الدولة بالفعل تخوض حرب ضد هذه التنظيمات. لابد أن نحقق المصطلحات. ما رأيك سيد سمير العركي؟ وضحت الفكرة أستاذ منير. الدولة تخوض حرب ضد الجماعات المسلحة حتى التي قادمة من خارج مصر من الرقة وغيرها، ونحن ندور في دائرة دموية مفرغة منذ عام 2013 ونريد أن ننتهي من هذه الدائرة. موضوع أن تنظيم داعش فور الإيجاد عليه في الرقة وفي الموصل يعني حزم حقائبه وأخذ أسلحته وعتاده وصار يعني جماعات وفرادة إلى سيناء، هذا كلام لا يصدقه عقل. يعني هذا كلام يعني يقال في يعني برامج التوك توك المصرية التي لا صوت فيها لأي صوت معارض. يعني كيف يعقل هذا الكلام عندما تقول مثلا أن مقاتلي داعش انتقلوا مثلا إلى بلد كتركيا؟ هذا أمر ممكن يصدق، هناك حدود مشتركة بين سوريا وبين تركيا. أما أن يستقل طائرات وأن ينتقلوا إلى مصر وأن يدخلوا إلى القاهرة ومن ثم إلى سيناء، هذا أمر لا يستطيع أحد يعني أن يصدقه. لتقل لنا الحكومة المصرية من هؤلاء الذين تقاتلهم، من المفترض وفق المعلومات والاستخباراتية أنهم يعرفون الأسماء، يعرفون من هم القادة، يعرفون من هم المسؤولون. من هم قادة هذه التنظيمات؟ نحن نسمع عن تنظيمات ولادية يحاربونها، استطاعوا أن يحولوا جزءا من الشعب السيناوي إلى أفراد يسألون لكرامتهم ولأعراضهم ولشرفهم. أين هؤلاء؟ أين هذا يعني يا سيدي أين هذا التنظيم؟ من غير المعقول أن نظل أن نردد أن الدولة المصرية تواجه خطرا كونيا. لا، الدولة المصرية هناك أجندة واضحة يتم تنفيذها، وما قالوا الأستاذ أكرم من القاهرة بأن صفقة القرن هي مجموعة كلام إسرائيلي، هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام قاله السيسي في اجتماعه مع ترامب في أبريل نيسان من العام الماضي، قال له بكل وضوح، قال له ستجدني داعم ومؤيد ومساند في حل القضية الفلسطينية في صفقة القرن. ذلك التصريح الذي احتفت به وسائل الإعلام الإسرائيلية هارتس يدعون إحرانوت وغيرها من وسائل. وضحت الفكرة أستاذ سمير بهذا التصريح. فإذا موضوع صفقة القرن ليس مجرد هلاوس إسرائيلية، بل هو كلام ردده رئيس الدولة المصرية على مسمع وعلى مرأة من وسائل الإعلام العالمية. أستاذ زيد المرزوق، أريد أن أستمع إلى تعليق أخير منك، تفضل أستاذ زيد. كان عندي قصة في دقيقة. في 2007 بعد ما استولت حماس سيطرت حماس على قطاع غزة، كان المخابرات الحرب العامة المخابرات العامة المصرية كان لها سياسة أنه لا يجب تجويع قطاع غزة، وهندست الأنفاق وإدت أوامر وإشارات ل 2% من السكان أن يعملوا في هذه الأنفاق باتجاه قطاع غزة، واستخدمها نظام مبارك كورقة ضغط على أمريكا وإسرائيل في إطار فكرة التوريث. هذه هي السياسة اللي كانت متبعة من المخابرات العامة. السيسي عندما جاء أول شيء أقامه في سيناء هو ما كانت تمشي عليه سياسة المخابرات العامة، قام بغلق الأنفاق وإقامة منطقة عازلة وتهجير السكان. طيب، هؤلاء السكان لا يمثلوا تهديد على إسرائيل ولا يمثلوا تهديد على أحد، ولكن لماذا إسرائيل والسيسي اتفقوا على أن يجب أن تكون هذه المنطقة خالية؟ ليريدوا عدم تكرار سياسة مبارك وسياسة المخابرات العامة في المنطقة مرة أخرى. ولذلك إسرائيل لا تستطيع أن تقول للدولة المصرية اذهب بأجهزة الأمن والمخابرات خارج سيناء، رغم علمها أن هذه الأجهزة هي التي كانت تعطي أوامر وتشرف على هذه العملية التهريب، ولكنها
تعطي إجراء وقائي، لأنه سؤالها أمني وتهديدها الأمني مرتبط بواحد ممكن يودي. كانت هناك تهديدات أيضا من بعض التكفيرين الذين يأتون من غزة عن طريق الأنفاق، لا 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 كما كانت تقول السلطات المصرية، لا كانت تحت السيطرة الأنفاق، وكل الأنفاق كانت معروفة، الأمور كانت ماشية بشكل يعني أو في تنسيق مع حماس في هذا الإطار بين الأنفاق ما كانت موضوع عبسي، كان في تنسيق بين حماس والمخابرات العامة في فتح الأنفاق وإغلاقها. الأمور ما كانت، حتى الناس اللي كانت بتهرب في الأنفاق كانت بإذن الدولة بتعليمات من الدولة، ادعموا إخوانكم في غزة، كانت الأمور واضحة. فبالتالي اليوم اللي ما يحدث في سيناء هو من إخلاء وتهجير، هو لعدم تكرار هذا السيناريو مرة أخرى عن طريق استخدام الناس الموجودين في المنطقة، وإسرائيل ترى أنه في هذه الناس بيعمل لها ضجة في المنطقة. نشط السيناوي عيد المرزوقي، شكرا جزيلا لك. كما نشكر ضيفنا من القاهرة منير أديب الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة، شكرا جزيلا. ونشكر ضيفنا أيضا من اسطنبول سمير العركي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، شكرا جزيلا لك. مستمرنا معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل القراءة في أبرز عناوين الصحافة الأجنبية وكيف تناولت تطورات العملية العسكرية في سيناء ومناطق أخرى في مصر. ابقوا معنا.